مساء الخير يا بنات، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض السروبيت. ده هو جيب سروبيت، وانا بس مش عارفة اجيبه كله في الكاميرا، بس هو بسيط وشكله سهل جدا وحلو قوي في الشغل وبيخلص بسرعة وما بياخدش خيط. هنتعلم ازاي نعمل الجيبة لوحدها، وبعد كده نعمل الجزء اللي فوق ده، بعد كده هنعمل الحزام بتاع السلوبيت. هو شكله لذيذ جدا وسهل جدا. ده انا عملته مقاس من سنة ونص لسنتين، اخد معايا شلتين الا ما بياخدش خيط كتير. اشتغلت بخيط هيمالايا افردي بيبي لوكس، انا غالبا بشتغل بيه على طول. انا عملته بغرزة النص عمود واشتغلت بس الحشو، عملت الاطار بتاع الجيبة مع الحتة بتاعت السروبت من فوق، وطبعا الزراير الفرشتين دول. وهنا كان في غرزة نص عمود وسلسل وسلاسل يعني، فاحنا هنشتغله كله نص عمود. بس اللي عاوز اشتغله بعمود او ممكن اشتغل عمود. حشوة هيبقى صعب جدا، مش هيبقى شكله لذيذ. يلا نشوف مع بعض. احنا هنبدأ مع بعض، ويبقى معانا مقاس دوران الوسط. انا مثلا دوران الوسط بتاعي اللي هعمله دلوقتي 25 سنتي. ده مقاس صغير جدا، بس انا بديكم مثال. مثلا لو طلع مقاس 50 سنتي، يعني انا بنتي مقاسها دوران الوسط بتاعها 50 سنتي، هعمل عدد سلاسل على قد ال50 سنتي. فانا هعمل عقدة البداية، وبعد كده هرتفع بعد السلاسل لغاية ما اوصل لدوران الوسط اللي انا محتاجاه. فانا هخلص عدد السلاسل وارجع لكم. انا كده عملت معاكم عدد السلاسل. هاجي اعدل السلاسل بتاعتي، اخليها كلها نفس الناحية، واجي في اول سلسلة اعمل غرزة منزلقة بالظبط كده اهو. بعد كده هاجي ارتفع سلسلتين وهعمل في تاني غرزة هعمل نص عمود وهنمشي السطر كله نص عمود. طب احنا عارفين نص عمود بيتعمل ازاي، بنلف الابرة الخيط على الابرة ونخش في الحلقة ونسحب. هيبقى عندنا 3 حلقات، نسحب التلاتة مع بعض نص عمود انا هكمل لغاية اخر السطر بغرزة النص عمود وارجع لكم. انا كده وصلت لغاية اخر غرزة. هاجي في السلاسل اللي انا ارتفعت بيها هخش في تاني سلسلة وهعمل منزلقة اهو. يبقى معانا خلصنا اول سطر، هنرتفع سلسلتين برضو، واحد اتنين، ونشقلب الشغل بالظبط كده. نقلب الشغل يعني نعمل في اول غرزة تقابلنا نص عمود، في اللي بعديها نص عمود، هنكمل بقية السطر نص عمود. هو السروبت كله عبارة عن نص عمود وفي سلاسل بعد كده اهوت
نص عمود وسلاسل يعني. فانا هكمل السطر ده وارجع لكم تاني. انا كده وصلت لغاية اخر نص عمود معانا. طبعا دي غرزة المنزلقة اللي احنا واخدينها في السطر اللي قبليه، فما بنشتغلش بيها. ونيجي هنا نخش في تاني سلسلة، نعمل منزلقة كده. معانا احنا عملنا سطرين، سطرين. هبدأ من السطر الثالث أعمل تزايد. هبدأ أعمل التزايد. هنا التزايد اللي أنا هعمله هعمل في كل، يعني هعمل تزايد في ثالث غرزة. هوريكم إزاي. هرتفع 2 سلسلتين، ارتفاع نص عمود والف الشغل. ادي نص عمود، واعمل واحد تاني نص عمود. بعد كده اجي في الغرزة التالتة اعمل 2 نص عمود، اعمل واحد نص عمود، 2 نص عمود كده، التلاتة في التالت نعمل 2 نص عمود. هو التزايد اللي موجود في السروجت مش منفوش، يعني ممكن اللي عاوز يعمله منفوش اكتر يعمل التزايد بتاعه في نص عمود ونص عمود، يعني نص عمود وبعد كده نص عمود في نفس الغرزة. بس انا هنا الصورة بتاعته مش منفوش، مش محتاج التزايد كتير، محتاج بس مجرد واسع شوية. واحد نص عمود، هنا 2 نص عمود، تالت نعمل فيه تزايد، ادي واحد ادي 2. انا هكمل السطر ده بنفس الطريقة، 2 نص عمود بعد، يعني واحد نص عمود وواحد نص عمود، بعد كده 2 نص عمود في نفس الغرزة، وارجع لكم تاني. ورجعت معاكم تاني وهعمل اخد 3 غرز مع بعض. نعمل واحد نص عمود، 2 نص عمود، نعمل في التالت 2 نص عمود. بعد كده نيجي هنا نعمل المنزلقة، نعمل المنزلقة ونرتفع سلسلتين ونلف الشغل اهو. هتوسع معانا شوية، هو ده المطلوب، مش مطلوب يبقى في وسع جامد، هو مطلوب بس يبقى عامل كده اهوت، يبقى فيه وسع كده شوية. بعد كده ارتفعنا 2 سلسلة ولفينا الشغل، ونبدأ نعمل نشتغل بقى نص عمود لغاية ما نوصل. هقول لكم هنعمل كم سطر مع بعض بعد ما اخلصهم، عشان المقاس ده مقاس صغير. بس هنا احنا بنرتفع بسطول لغاية مثلا قبل الركبة مثلا بحبة صغيرين، عشان عند سوري احنا هنا هنرتفع كمان 3 سطور او 4 سطور برضو حسب طول البنت اللي عندنا. بس انا هنا عاملة مقاس صغير، فهحتاج بس 4 سطور تقريبا بس ارتفع بيهم. فانا هرتفعهم وارجع لكم تاني. انا كده خلصت الطول اللي انا محتاجاه،
وارتفعت السلسلتين، هلف الشغل واجي اعمل اول نص عمود. هو بالمناسبة المقاس ده انا بعمله للعروسة بتاعت بنتي ديت، معلش هي مش لابسة عشان كده بعمل لها الفستان، فهو عشان كده صغير. بعد كده بعد ما اعمل اول نص عمود هرتفع واحد اتنين اتنين سلسلة واتخطى واحد اتنين، واجي في التالتة اعمل نص عمود، يبقى معانا بالشكل ده تاني اتنين سلسلة واتخطى واحد اتنين، واجي في تالت غرزة اعمل نص عمود تاني واحد اتنين، نرتفع سلسلتين، بعد كده نتخطى واحد اتنين ونخش في التالتة نعمل نص عمود. هتبقى بالشكل ده، فانا هكمل بقية السطر بنفس النظام ده، ارتفع سلسلتين واحد اتنين وتخطى من تحت واحد اتنين واخش في التالتة واعمل نص عمود. انا كده خلصت السطر، وهو بيبقى شكله عامل كده زي المدي مربع او مستطيل. فهاجي ارتفع سلسلتين والف الشغل، واجي هنا اعمل اتنين في الفراغ بتاع السلسلتين، اعمل اتنين نص عمود، واجي فوق النص عمود اعمل نص عمود تاني، اعمل في الفراغ بتاعنا اتنين نص عمود، واجي فوق النص عمود اعمل نص عمود تاني، في الفراغ اعمل اتنين نص عمود، وهاجي فوق النص عمود اعمل نص عمود، وهخلص السطر وارجع لكم. انا كده خلصت السطر دوت، واهو ده الشكل اللي معانا. هنيجي هنعيد السطر بتاع النص عمود والسلاسل تاني مع بعض. هنرتفع اتنين سلسلة ونلف الشغل، ونيجي في أول غرزة نعمل نص عمود، كان ارتفع سلسلتين، بعد كده نتخطى واحد اتنين، ونيجي في التالتة ونعمل نص عمود سلسلتين واحد اتنين، نتخطاهم ونخش في التالتة نعمل نص عمود زي السطر اللي قبليه بالظبط. فانا هخلصه وارجع لكم.
دول ده كده. انا خلصت الطول اللي انا محتاجاه للمقاس اللي انا بعمله، هاجي ارتفع سلسلة اهي، ارتفع سلسلة واخد كده. هنيجي هنا بقى نظبط كده، دي كده اهوت بالظبط، وهنسيب من هنا 1 2 3 تلات غرز، ومن هنا 3 غرز، ونبدأ نعمل 1 2 3 ادي هنا اهو. بس انا هشتغل، معلش المفروض اشتغل من جوه، فهحسب من هنا 1 2 3 فاهو، هنخش هنا اهوت كده، نخش بالإبرة كده، نجيب الخيط نسحب الخيط ونطلع هنرتفع 2 سلسلة، نيجي في الغرزة اللي بعدها نعمل نص عمود شغلنا العادي. نص عمود ايه، انا هخلصه وارجع لكم السطر دوت. إيه انا كده خلصت اول سطر من القطع المستطيلة. إيه انا عايزة بس اقول حاجة، انا المقاس ده عشان مقاس صغير اخدت من هنا 3 غرز وهنا 3 غرز سبتهم، بس في المقاس الكبير هنسيب 3 سنتي 4 سنتي حسب الصدر بتاع المقاس اللي احنا واخدينه هيبقى قد ايه. انا حبيت بس اوضح اللي انا هنا عشان ده مقاس صغير. نكمل مع بعض، نرتفع 2 سلسلة ونقلب الشغل، وهنرتفع 2 سلسلة كمان ونعمل نسيب 1 2 ونخش في الثالثة نعمل نص عمود، نرتفع 1 2 ونسيب 2 ونخش في الثالثة نعمل نص عمود، 1 2 ونسيب 2 ونخش في الثالثة. ونرتفع 2 ونيجي هنا في آخر واحدة في الارتفاع ونعمل ناخد نص عمود بالظبط كده اهو. ده الشكل اللي معانا. تاني نرتفع سلسلتين، هنيجي في الفراغ نعمل 2 نص عمود، ونيجي فوق النص عمود نعمل
نص عمود. زي ما كنا ماشيين في الطول هنمشي هنا اهوت، فانا هخلص السطر ده وارجع لكم. انا هنا كررت السطر ده تاني وعملت فوقيه 2 سطرين نص عمود، وهاجي هنا هاخد غرزة، هاخد سلسلة تأمين اهي، وقص هيبقى معانا بالشكل ده بالظبط كده. هاجي بقى هنا اهوت، المفروض هلف على هلف على كل الاطار بتاع السروبيت بغرزة حشو. نيجي من هنا نخش كده، نرتفع سلسلة وفي نفس المكان نعمل غرزة حشو، والغرزة اللي جنبها نعمل غرزة حشو. احنا هنا السطر ده كله هنعمله غرزة حشو. ناخد الخيط بتاع البداية معانا، لغاية ما نخلص لغاية ما اوصل ان هو ارجع لكم تاني. انا كده خلصت مكان غرزة الحشو، هي شكلها بقى مهندم اكتر. هبدأ دلوقتي اعمل في الحزامين، حزام كده اهوت وكده اهو. هاجي هنا من هنا على اول القطع المستطيلة، وهخش احنا هنعمله برضو بغرزة نص عمود، وهخش كده وارتفع سلسلتين. سمك العرض بتاع الحزام بيختلف من مقاس لمقاس، يعني انا هنا مثلا ممكن اعمله ادي نص عمود، ادي 2 3 4 4 5، ممكن نعمله 5 5 بس اهو كده. نرتفع 1 2 كده، هنلف الشغل واهو كده، 1 2 3 4 وادي الخامس. نلف الشغل تاني، نعمل 1 2، بعد كده نيجي هنا اهوت نعمل نص عمود، وهكذا لغاية ما نوصل طول الحزام اللي احنا عايزين نوصل له. والحزام الناحية التانية برضو هناخد من القطع المربعة نفس المكان بتاعها في الناحية دي، فانا هخلصهم وارجع لكم. وكده يبقى خلصنا السروبيت، وهو سهل جدا زي ما شرحت في الفيديو. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب لو لسه ما عملتوش سبسكرايب. نتقابل في فيديو جديد، باي.